وننتقل من الثقافة لعالم الموسيقى. هذا العالم اللي بقي حاضر وكان ما زال حضوره نكهة خاصة بكل ركن وبكل منصة في سوريا رغم الحرب والإرهاب. بقي للنغمة والموسيقى أثر وبصمة بنفوسنا وقلوبنا ورواحنا ما بتشبه غيرها في العالم. لأن موسيقانا هي أقوى من رصاصهم وثقافتنا أقوى من إرهابهم، أقامت جوقة صدى الغنائية من يبرود أمسية غنائية بعنوان مختارات صدى، وذلك بمشاركة أطفال من كورال بكرة أحلى على مسرح قاعة كنيسة الصليب بالقصة. وأكيد لنحكي أكثر عن هالأمسية الغنائية بسرنا اليوم أنه نرحب بمدرب الموسيقى ومدير المكتب الإعلامي بدار الأوبرا الأستاذ باسل حداد، ونجاة رومية مغنية بكورال صدى، وأيضا هلا رومية، اهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. اهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم على شاشة الإخبارية السورية. خلينا نبلش بالحديث معك استاذ باسل ونحكي عن الصبايا الصغار وعن مشاركتهم بالكورال، وقديش يمكن إلى يمكن مشاركة خاصة او بصمة خاصة لما نحكي عن اعمار صغيرة مشاركة بهيدا الكورال. اكيد هلا هو من اهداف جوقة صدى انه نعرف الاطفال على الموسيقى. فمثل ما تفضلتي حضرتك في عنا اعمار صغيره بتوصل لاربع سنين ونص هلا واصغر شوي. وفعلا هن عم يكونوا منضبطين وحابين الشيء اللي عم يساووه. جوقه صدى هي هدفها الاساسي اكثر من تقديم عروض فنيه، هي عم تقدم عروض لا باس بها نشكر الله، بس هدفها الاساسي تدخيل الموسيقى بتربيه الطفل بحيث نعرفه على كل الانماط الموسيقيه بحيث هو يكون عنده عن جد ذوقه الخاص يلي ياسسه. مختارات صدى الامسيه الغنائيه يلي قمتوا فيها مؤخرا، خبرنا عنها اكثر استاذ باسل. مختارات صدى هي الحقيقة نحن بتعني لنا كثير، نحن قلنا من 2013 تقريبا الأنسة رغد حداد أستاذ فراس شوفان وأنا أسسنا جوقة صدى بال 2013 وبلشنا ندرب الأطفال ويكبر المشروع. بس الحقيقة مختارات صدى لها خصوصية عنا لأنه أول ظهور بدمشق. هلأ نشكر الله بفضل الجيش السوري أكيد صار الظروف مناسبة وملائمة أكثر لحتى مو بس نجي. فقط يمكن بيبرود وأيضا تنتقلوا لدمشق، ويمكن كمان كان في مشاركات لكم بعدة محافظات. أكيد شاركنا بعدة محافظات، بحمص وبمهرجانات، مهرجان يبرود الأول، مهرجان كثارة وطن، ومهرجانات كثيرة وحفلات خاصة فينا. بس الظهور الأول بدمشق بيعني لنا. تمام. جوقة صدى ما عم ندعي انها احسن جوقة، اكيد بدمشق في كثير جوقات وفرق، بس لكن لها بصمتها الخاصة والمميزة. تماما بصمتها الخاصة اريج يمكن بجود الاطفال، يمكن بيعطوا لونية خاصة او طابع خاص للجوقة. خلينا ننتقل معك ومع الاطفال الصغار لنشوف اجواء من الامسية. الكاميرا الاخبارية السورية كانت متواجدة برفقة زميلتنا ريم سليمان، خلونا نتابع بعض المقتطفات. كثير مبسوط باكيد نزلتهم اكيد من يبرود لحتى يقدموا هون على مسرح عريق مثل مسرح كنيسة الصليب، ويقدموا اكيد انتاجهم. هذا كثير بيعطي معنويات، بيعطي دفع لقدام لانه يستمروا اكيد ويحققوا نتائج للافضل. انا وبالنسبه لي يعني كموسيقي خلينا نقول ابدا ما راح ابقى اي جهد اكيد بخدمه اكيد الجوقه وكل مشروع موسيقي اكيد بمدينه يبرود او القلمون بشكل عام. كثير مبسوطة بالمشاريع اللي عم بسمعها اللي عم تكون بيبرود وبالنبك، مشاريع كلها موسيقية، هذا شيء كثير بدل عن فكر حضاري. وأنا حابة إنه أحضر شوف شو نتاج هذا اللي عم يعملوه، وسمعاني كثير عن الكورال وإن شاء الله هيك بالتوفيق وموفقين دائما لقدام. أكيد اليوم أنا موجود من كل قلبي لأنه بعرف متأكد بدون ما أشوف إنه رح يقدموا شيء حلو لأنهم أبناء
مدينة بتحفظ تراث وبتلقنه لأولادها. يعني نجاة انت من كورال صدى، خبرينا كيف بلشتي، كيف دخلتي لهالكورال؟ هلا بالمدرسه انه اكتشفت بحصه الموسيقى تحديدا انه عندي صوت حلو، عندي موهبه بالموسيقى، فعندي رفقات كانوا مشاركين بالجوقه فقالوا لي انه ممكن انك تفوتي. عملت فحص وانقبلت بالجوقة من تقريبا شي 3 سنين وفتت على الجوقة وحبيتها كثير واستمريت فيها. هلا قد ايه عندك هلا؟ 6 سنوات. قد ايه؟ 6 سنوات. قد ايه صار لك بتغني بالجوقة؟ صار لي شي ست سنوات. خلينا هلا نسمع منكم شي استاذ باسل مع الصبايا الحلوين. شو بدنا نسمع؟ شي من اجواء الحفلة. اوكي تفضلوا. ويسلم هالعصف الجميل استاذ باسل. يعني انتم في لكم اهداف من جوقة صدى، حابين يعني كمان اكيد يكون في لكم انتشار اكبر، خبرنا عن اهدافكم الاساسيه. الحقيقه هو انتشار اكبر اكيد هدف توصل الرساله. الهدف الموسيقى فعلا تتفعل بحياه الطفل بشكل عملي، ما تكون مجرد شيء بسيط ممكن ياخده بالمعلومات مدرسية أو كذا، فعلا يقرب من الموسيقى، يتعرف على كل الأنماط. ما تكون حصة يعني مجرد إنه حصة شوي يمكن مهمولة يمكن أو ما عم يعطوها حقها بشكل المناسب بالمدرسة. تماما، الطفل بيأسس ذوقه الموسيقي من الشيء اللي بسمعه، فنحن هدفنا انه عن جد نحاول على قد ما بنقدر طبعا نسمعه كل الانماط الموسيقيه. جوقة صدى غنت موشحات، غنت طقطقات، غنت قطع غربيه ما انا سهله 3 اصوات و4 اصوات،
قطع حركية إيقاعية. وهي نقطة مهمة أستاذ باسل لما تقول الحفاظ يمكن على الذاقة الفنية أو الذوق الفني، وأنتوا فرقة يعني فيها أعمار صغيرة وأطفال، قديش مهم اليوم التركيز على هاي النقطة بضمن يمكن الموجة الكبيرة اللي عم نشوفها من خلال الأغاني السريعة، عم تختلف يمكن عم يختلف اللحن الكلمة، اليوم قديش مهم الحفاظ على هي التفاصيل أو التراث الحقيقي للغناء. تماما بالضبط تفضلتي حضرتك. العمر الصغير هو اللي لازم نلحق الطفل فيه، لما تقول انه يمكن الجوقة موشحات عم تغني اغاني قديمه صعبه واعمار صغيره فينا نقول. تماما تماما، بحيث يكون سمع كل هالانماط وفعلا يصير يحبها، لانه من كبر للاسف رح يكون شوفير التاكسي او صاحب البسطه بالحاره هو رح يحدد له ذوقه، يعني الاغاني اللي هو اللي ما عم نستهين اكيد بالذوق الشعبي، بس بحيث عن جد هو يكون عنده فرصته بحيث يحدد هو ذوقه الشخصي الطفل ما نحن نفرضه عليه. نجاة خبرينا كيف بتتدربي، كيف بتنمي موهبتك اكثر، ولوين حابه توصلي بهالموهبه؟ هلا بحب وازن بين الدراسه وبين الموسيقى، مثلا بحدد انه انا مثلا من الساعه 12 ل 3 عندي دراسه، هون عندي ساعه استراحه، هون انا بدي اتدرب، انه يا بدي اتدرب عزف يا اما بدي اتدرب على الاغاني اللي نحن عم ناخذها بالكورال. بحب انمي موهبتي حتى اطلع عازفة كمان وغني واعزف سوا وهيك. هلا كمان بتتدرب معكم بالفرقه؟ ايه. قديش بتتدربي هلا؟ بتدرب يعني شيء ساعتين كل يوم. ساعتين مو كل يوم. بيانو هلا. وبتعزفي بيانو؟ بتتعذبي بالتدريب؟ لا. بتحبي الموسيقى؟ لا لا بتحبي الموسيقى هلا. كيف حبيتي؟ مين اللي شجعك عليها؟ شجعني الاستاذ باسل يعني والاهل. ما بدك تغني لنا شيء غنية؟ شو بدك تغني لنا؟ شو حابين كمان تسمعونا؟ تفضل اذا بتحب استاذ باسل مع هلا عشان نساعده لهلا. يلا اكيد رزق الله. يلا رزق الله العربيات وايام العربيات، رزق الله العربيات وايام العربيات، من بيت جدي لبيت ستي يبقوا يضلوا 3 ساعات، عربية جدي لونين كانوا يجروها حصانين، عربية جدي لونين كانوا يجروها حصانين، ولما يروحوا عالصيفي يبقوا بالسفرة يومين، يا مشاوير حلوة كتير يقضوا عمرن عالطرقات، رزق الله العربيات وايام العربيات، رزق الله العربيات وايام العربيات، من بيت جدي لبيت ستي يبقوا يضلوا 3 ساعات. شكرا لكم كلكم ذوق ويعطيكم الف عافيه هالصوت وهالعزف. استاذ باسل قديش صار لجوقه صدى مبلشه وقديش العدد الافراد المشاركين فيها؟ جوقه صدى بلشت بصيف 2013، يعني طبقنا الخمس سنين، 4 سنين ونص. الأطفال تقريبا 25 ل 30 طفل، اللي كانوا معنا بالحفلة مبارح 25، الباقي لسه شوية بدهم تحضير. هذا العدد هيك حاسينه حلو. المشروع إن شاء الله القادم يكون في جوقة صدى للأكبر شوي، للأكبر عمرا فينا نقول. تماما فوق 16 سنة. هلا بحب شوي أحكي عن مشاركة كورال بكرة أحلى. كورال بكرة أحلى هو كورال للأطفال، الحقيقة شوي كانت ظروفهم قاسية، فاقدين الرعاية الاجتماعية بنسميهم. كان في بنوتين صغار معنا مرت عليهم ظروف صعبة، بس عن جد هن مواهب وقلوب طيبة، فكان لهم مشاركة وكتير كانت مؤثرة وحلوة
هن الاطفال مرت عليهم ظروف صعبه واليوم عم يشوفوا حالهم على المسرح عم يغنوا وجمهور عريض. قديش فعلا جميل اليوم استثمار يمكن مواهب الاطفال وقدراتهم. كثير من الاطفال يمكن تعرضوا ضمن الحرب لظروف قاسيه، سرقت طفولتهم وبراءتهم. لما نستثمر هي الطاقات او هي المواهب والقدرات من خلال الفن والموسيقى نقدم رساله، قديش فعلا مهم ويمكن الهدف الاساسي لكم انتم الاساتذه. تماما. وقت اللي نحاول نحسن بظروف الطفل او بالشيء اللي عم يشوفه، نحن عم نكون عم نبني بلدنا لقدام. الكورال تدريب كثير مهم لحتى الاطفال هن بيسمعوا بعض، هن بينقسموا لمجموعات صوتيه ثلاثه اربعه حسب القطعه. فكل مجموعه عم توقف غنائها وتسمع المجموعه الثانيه لتناغم صوتها معها، يتداخلوا تمرق صوت المجموعه الثانيه. بظن هذا تدريب مهم كثير لمجتمع سوري بالمستقبل فعلا يسمع بعضه، يتناغم مع بعضه، يتعاون مع بعضه. تدريب مهم برايي للاطفال كثير. وكمان يمكن استاذ باسل في مسؤوليه كبيره على عليك، يمكن انه في عندك مواهب صغيره وانت يمكن عم تمني عم يعني تم تنميتها، وايضا عم ترسم لهم يمكن مستقبل موسيقي ثقافي بخبرات يمكن مدروسه اكثر. قديش هذا الشيء عم يكون مسؤوليه عليك؟ اكيد اهالينا علمونا موسيقى وجبرونا الحقيقه نتعلم موسيقى وكنا بكورالات. بوجه تحيه كبيره للاستاذ حسام بريمو، كان استاذ بالكورالات من صباحنا وكان امبارح حاضر معنا بالامسيه. هذا الشيء كثير كان اسعدنا. انا درست موسيقى، درست بيانو، درست بزق، وكنت بالكورال مع استاذ حسام. الحقيقه تعلمت من الكورال كثير، الكورال نماني موسيقيا ورباني. فهذا الشيء يعني بنحسه مسؤوليه نوعا ما على قد ما بنقدر. اكيد مسؤوليه يمكن بالاستمرار. تمام استاذ باسل، وقتنا خلص. بدنا نتشكرك باسل حداد ونجات وهلا روميه من كورال صدى على وجودكم معنا، ضفتوا يمكن لمسه خاصه على صباحنا غير لليوم. شكرا كثير لكم. شكرا استضافتكم لطيفه. شكرا لكم. شكرا وكل التوفيق اكيد لكم.